يا معلم، نعلم أنك بالحق تعلم، ونعرف أنك لا تحابي، لكنك تعلم ما يريده الله طريقا للإنسان. أخبرنا، هل يجوز لنا أن ندفع الجزية للرومان أم لا؟ احذر، إنه يجربك. أرني ديناراً. لمن هذه الصورة والكتابة؟ لقيصر. أعطوا إذن لقيصر. ما هو لقيصر؟ وما لله، أعطوه لله. ما جوابك على هذا؟